الطفل، الوالده تاعو كانت عامله والاب عامل، لما رجعوا لما صرا هذا الكونفينمون لقاو نفسهم داخل البيت، اكتشفت انه الطفل هذا عنده سلوكات اخرى ما كانتش يعني متصورتها لانه كانت ديه لانوغيت بالضبط، ولا صراع بينها وبين الطفل تاعها، ولا يدير فيها سكاره، ولا يعني يعييها في امور، يدير لها ضغط في امور. انتقام. هنا المشكل وين راه؟ مش الطفل هو اللي ينتقم، الطفل هو بريء، يبحث عن اللعب، عنده طاقه يحب يخرجها، ماذا به يحوس الاهتمام، ماذا به الاولياء يلهوا به، فيدير سلوكات مع الاول تكون ايجابيه باش يلهاو به، لما ما يلهاوش للاسف تبدا السلوكات تروح للسلبي، فتخيل كاين اطفال يتقبلوا الضرب فقط في عقلهم راهو مهتم بيا او لاهي بيا، فيوصل نفسه يدير دي بيتيز باش نضربوه، نعيطوا عليه او يبرد.